بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم عن لا أقول فيلسوف، وليس فيلسوفا، هو يعني عالم اجتماع أتى وطرح نظريات خطيرة جدا، حاول تدمير الفلسفة وتدمير الدين وتدمير الأخلاق أيضا، هو أوغوست كونت. هذا الرجل اللي هو صاحب المذهب الوضعي، يعني مع الأسف له تأثير كبير جدا على عالمنا المعاصر وعلى الشباب المعاصر لقصورهم وقصور يعني فهمهم للعلم اللي هو نادى به أصلا، وفهمهم يعني العقل أو تعقلهم. كونت أوغست كونت، ليس كونت مشان ما نخربط، هذاك إيمانويل كونت، هون أوغست كونت. فهو طبعا كان بالقرن التاسع عشر عالم اجتماع، بدأ كأنه عالم اجتماع. طبعا فكرته قامت على مقاطعة تامة ومحاربة، ليست مقاطعة، للفكر الفلسفي يعني للعقل وللفكر الديني الأخلاقي. فكان يقول من جملة كلامه إنه جربنا العقل الفلسفة يعني ففشلنا، هذا ما يقوله هو يعني. طبعا هذا الكلام غير صحيح، الفلسفة لم تفشل، لم تفشل بمعنى يعني ماذا تريدنا، الفلسفة تنظر فقط للعلوم، تنظر فقط وتفتح الآفاق لأجل أن يأتي العلم فيثبت نظريات الفلسفة. مثلا مثل النظرية الذرية، من قبل الميلاد هيراقليطس قال بالذرية، ثم بعد آلاف السنين اليوم صارت هي أصل الأشياء كلها، وبنى عليها ما بني من الاختراعات الحديثة. طيب، إذن في عنا نحن نقطة مهمة جدا، واللي هي نقطة أنه تدمير الفلسفة يعني تدمير للإنسانية وتدمير للعلم وتدمير الدين. وقال جربنا الدين يعني القرون الوسطى والمسيحية وكذا ففشلنا أيضا، لأنه أصلا القرون الوسطى حاربت العلم. طيب شو الحل؟ قال نأتي بفلسفة العلوم، هو أول من قال بفلسفة العلوم حتى يقضي على كل شيء اسمه فلسفة، يعني هي التي ستحل محل الفلسفة وستحل محل الدين اللي هي العلوم الحديثة. يعني كان في زمانه بدايات يعني الإنجازات العلمية الضخمة بالقرن التاسع عشر، فمثل صار معه شيء من يعني أنواع الغرور بهذه المسألة. هو عالم اجتماع سيسيولوجي، يعني ما هو عالم، لا هو فيلسوف ولا هو رجل دين، هو عالم اجتماع يعني مسائل أدبيات، يعني يمشي بمواضيع الأدبيات. علم الاجتماع ليس هو يعني علم فلسفي، لكن يعني متعلق بالفلسفة بطريق ما. فطبعا أسس هذا المذهب الوضعي، ودائما بمذهبه الوضعي يقول مستحيل أن تعرف تصل إلى اليقين، لأنك أنت يعني ما بتقدر تصل إلى اليقينات، تبقى دائما في شك. فأيضا اهتم بموضوع التجربة، طبعا قال التجربة هو على طريقة ديفيد هيوم، أكد كثير على موضوع التجربة. طبعا بالنهاية يعني كل شيء خارج التجربة الحسية غير موجود، يعني نفى الميتافيزيقا بشكل مطلق وبشكل يعني ممتلئ ثقة بنفيها. طيب، فهو كان في فكرته بالبداية مقدمات نظريته، إذا جاز أن نسميها نظرية، ليست نظرية، قال أنه كل المجتمعات العلمية تراها تتقدم، إلا المجتمعات الدينية والفلسفية تتخلف، العلوم كلها أصلا فلسفة. يعني هذه العلوم الحديثة، من الذي سيعطيك أفق؟ الفلسفة تعطيك أفق عقلي ونظر كوني وأفكار فيما بعد، العلم اكتشفها فيما بعد، العلم أثبتها أو اعتمد على هذه النظريات، ثم يعني نزل إلى ميدان العلم فاكتشف هذه العلوم. يعني لا غناء للإنسان عن الفلسفة، يعني عن العقل لا غناء له أبدا، عن التنظير العقلي لا غناء له أبدا. فقام طالب دائما بكلامه أنه يجب أن نبني مجتمع، وكونه يعني رجل اجتماع، يجب أن نبني مجتمع خال من الفلسفة ومن الدين، قائم على الملاحظة والتجريب. مع أنه في مشكلة بعلم الاجتماع وكل العلوم الإنسانية بيسموها علم الاجتماع وعلم النفس وكذا،
لا يصلح فيها التجربة. يعني علم الاجتماع لا يصلح له من التجربة للمسائل الطبيعية والفيزيائية. أما المسائل العلوم الإنسانية لا تصلح فيها التجربة. إن نجرب على الإنسان مثلا ممكن الاستقراء إلى حد ما في حدود معينة، لكن لا يصلح فيها، لا يصلح فيها التجربة. فكان يؤكد دائما أنه الفلسفة والدين هما سبب تخلف الإنسان. الآن الإشكالية في هو سرق بمعنى الكلمة فكرة ديفيد هيوم في الدين الطبيعي. فقال ماذا هذا؟ يعني مع الأسف هذا الكلام كلام عبثي جدا، لا يستند إلى أي دليل، وفقط أوهام ذهنية أو نفسية، يعني هي بسبب دوافع نفسية. قال التاريخ الإنساني مو عالم اجتماع على أساس، يعني عم يتكلم بموضوع الاجتماع. التاريخ الإنساني مقسوم إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى المرحلة الميثولوجيا الخرافية وأديان وأصنام وأوثان وإلى آخره. المرحلة الثانية قال هي مرحلة الميتافيزيقا اللي هي تعدد الديانات التوحيدية، يعني يهود وإسلام ومسيحية، أنه هي الديانات تنادي بالله الواحد. قال هون تطورت الإنسانية، كانت عندها آلهة كتير وخرافات، تطورت خلوا الآلهة إله واحد، يعني شيء منيح حسن. الآن قال هلأ بعدين مرحلة بداية، وسمى نفسه أنه هو عم يأسس لبداية تقدم إنساني عظيم جدا. شو هو؟ مرحلة العلوم الوضعية والدين الوضعي، حتى سمى نظريته الدين الوضعي الذي سيحل محل الفلسفة ومحل الدين. قال هذا يعني ينفي وجود الله وينفي كل هالخرافات، لا توحيد ولا أوثان ولا آلهة ولا شيء ولا ميتافيزيقا ولا هذه الخرافات، العلم والعلم وحده. واليوم مع الأسف كثير من الشباب ينادون بهذه الكلمات دون وعي، يعني حقيقة أنا أعذرهم، يعني يمكن أعذرهم من ناحية أنهم ما عندهم الخبرة في هذه المسائل، ولكن أيضا هم الذين يعني لا يصغون ويتعلمون. يعني هذه مشكلة كبرى. تصوروا أنت أن يأتي رجل ويهدم الفلسفة عبر آلاف السنين ويهدم الدين عبر آلاف السنين ويقول كله خرافات، والآن أنا سأعطيكم الحقيقة والمعرفة واللي هي هذه العلوم التي ترونها اليوم. هذا أوغست كونت كان في زمانه العلوم إلى حد ما يكون في زماننا كان عبد العلم كما عبده في زمانه. يعني هو في النهاية وضع دينا، هو سماه دين، الدين الوضعي. إذا أنت تضع دين يعني ولا تستطيع أن تخرج عن هذه الدائرة، فوضع دين وأنت تعبد هذه العلوم. فسبحان الله مع الأسف يعني هذه الفكرة كما ذكرت أنا من قبل، فكرة ديفيد هيوم أيضا هي فكرة وهمية جدا. الآن ملاحظاتي على أوغست كونت. أنا بالنسبة لي كما تعلمون متجرد جدا، ربما كنت حاد في هذه المحاضرة لأنه أنا لا أحب يعني العبثية. مجرد ما أرى عبثية في منهج معرفي يعني مثل ما بيقولوا بالعامية بضوج. فأحترم كل الآراء الفلسفية، كونت تكلمنا عليه بإنصاف كله، لكن ديفيد هيوم وأوغست كونت تكلمت عنهم بشدة لأنهم يعني عبثيون جدا جدا جدا. هذه فلسفة ما وراء الحداثة هي المشكلة. طيب أنا أقول الآن ربما البيئة التي كانت في يعني كان عنده اختلافات فلسفية كثيرة جدا، وشيء بيضيع حقيقة. وأيضا الدين كما تعلمون دين يرفض العلم، دين المسيحي في زمانه أو حتى يعني في زمان الذي كان قبله بقرنين أو ثلاثة. في زمانه صار الدين فصل عن الدولة وصار العلمانية، لكن هو رفض هذا الدين بالأصل. ربما الجو العام يعني دفعه إلى ذلك، لا أدافع عنه، لكن ربما يعني البيئة العامة دفعته إلى هذا الكلام. طبعا قبله بقرون كان ابن خلدون عالم اجتماع وتكلم بالنظرية أظن المعمارية اسمها، وتكلم فيها بشكل لكن لم ينفي الدين ولم ينفي الفلسفة. بالعكس ابن خلدون جعل الدين والفلسفة هما من أركان النهضة المجتمعية. على فكرة هو لا أريد أن أطيل، يعني عنده بعض الأفكار الاجتماعية جيدة، يعني مثلا قراءة المتغيرات المجتمعية، مراعاة المتغيرات البيئية، في عنده بعض الأفكار جيدة، يعني لا نقول كل كلام، لكن لما تدخل في موضوع يعني هو وضع نفسه موضع فيلسوف، وهنا المشكلة. أنت لست مؤهل لأن تكون فيلسوفا، فوضع نفسه موضع الفيلسوف. أنت عالم اجتماع اشتغل باجتماعيتك فقط، لكن لما وضع نفسه موضع الفيلسوف وصلنا إلى هذه العبثية. ما يعترض عليه يقول إن الإنسانية كل لا يتجزأ وهي خاضعة لقانون واحد، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه الواقع يقول غير ذلك.
مجتمعات عندنا مختلفة، و يعني هذه المسألة غير واقعية أبدا. أيضا موضوع المراحل الثلاث حكينا عليها، يعني اعتراضاتنا ضمناها ضمن الكلام، فنسأل الله العلي العظيم أن يكرمنا بالمعرفة الحقيقية والمناهج الصحيحة والابتعاد عن العبثية. العبثية اليوم دين الشباب المعاصر، وأوغست كونت يعني هو يعني من الذين يعني يعتبرون القدوة اليوم للشباب المعاصر. مع الأسف ترى كل كلامه عبثي، ما في مبادئ أولية بالكلام، ما في ضرورات عقلية، يعبدون العلم، ومع أنه هذه العلوم التي يعبدونها فيما بعد عم يظهر علوم أفضل منها، أو تثبت هذه النظريات خطأها مثل نظريات أحسن. يعني مع الأسف يعني انخدعوا بهذه الهالة العلمية والتكنولوجيا الحديثة، وكأن يعني كأنها أغنتهم عن الله، مع أنه كل مبادئ هذه العلوم والتكنولوجيا كلها مبادئها من الإنسان وبحث الإنسان وتسخير، هناك شيء مسخر للإنسان، القوانين مسخرة للإنسان، قوانين فيزيائية بالإضافة للمطلقات العقلية التي من خلالها عم يحكموا على القوانين الفيزيائية. يعني لا أدري، يعني يجب على شبابنا أن يتعلموا كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.